أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن هناك مليارات رصدت لتونس لكن لم تدخل البلاد أبدا، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين حصل على أموال من عدد من الدول كإعانة للدولة ولكن لم تدخل الخزينة التونسية بل ذهبت إلى البنوك الأجنبية. وشدد سعيد على ضرورة إنقاذ الوطن من الذين عبثوا بالتونسيين والوطن قبل الحديث عن حكومة إنقاذ وطني أو حوار. واعتبر سعيد أن الخطر الجاثم على الدولة جاء من البرلمان نفسه. وأعلنت حركة النهضة مقاضاة جريدة الأنوار المحلية بعد اتهامها لراشد الغنوشي بالتخطيط لاغتيال الرئيس بالتعاون مع تركيا وإسرائيل، فيما تبرأت من شكوى قضائية تقدم بها أحد نوابها ضد الرئيس في وقت حذر فيه سياسيون الرئيس من تعليق العمل بالدستور، فيما قرر أمين عام حزب العمال حمل همامي مقاضاة صفحة اجتماعية معروفة بتأييدها للرئيس بتهمة محاولة تشويه صورته أمام الرأي العام. مشاهدينا للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب السيد علي بن عرفة الناشط السياسي التونسي، كما أرحب بضيفي عبر الهاتف من تونس السيد سمير ديلو المحامي والنائب في البرلمان. لو بدأت معك سيد علي بن عرفة، مرة أخرى يعود قيس سعيد لاتهام البرلمان بأنه خطر جاثم على الدولة. نريد أن نفهم ما الذي يمثله من خطر هذا البرلمان على الدولة التونسية من وجهة نظر قيس سعيد. في الحقيقة لا يمكن اعتبار البرلمان كمؤسسة تشريعية وسلطة عليا في الدولة يمثل خطر على الدولة، فهو إحدى المؤسسات الكبرى والرئيسية التي مهمتها التشريعية قائمة، وبالتالي الحديث على أنه يمثل خطرا على الدولة هذا يعود إلى طريقة تفكير السيد قيس سعيد. وفي الواقع أن كل من يقوم بإجراءات مثل التي قام بها قيس سعيد يوم 25 جويلية سوف يرى في المؤسسة التشريعية تهديدا له، لأنها تنازعه السلطة التشريعية بينما هو يرغب في أن يستحوذ على جميع السلطات، وهذا ما يجعله متوترا تجاه البرلمان وتجاه السلطة التشريعية، لأنه بكل بساطة يريد أن يستحوذ على كل الصلاحيات وكل السلطات. صحيح أن البرلمان شهد يعني الكثير من الترذيل، وحتى أن جموع التونسيين تقريبا يعني استاءوا من الأداء السيء الذي ظهر في شاشات التلفزة مباشرة. هذا جعل من الكثيرين وحتى المشهد يعني خارج البلاد هناك استياء حقيقي من أداء البرلمان الذي تعمد البعض من الكتل، خاصة الدستوري الحر، تعمد ترذيل البرلمان من أجل أن نصل إلى هذه اللحظة التي يزهد فيها الناس من الأداء المؤسسة التشريعية، مما جعل الباب مفتوحا بالنسبة لقيس سعيد أن يغلق البرلمان وأن يتجاوز الدستور. وهم حلفاء قيس سعيد على كل حال. سيد سمير ديلو، ألسنا هنا أمام خطاب شعبوي يكمل المهمة، مهمة ترذيل البرلمان والتحقير من أدائه ودوره، وعبر اتهام كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها البرلمان المنتخب الجهة التشريعية في البلاد؟ الخطاب الرئيسي لم يتغير. المخبون توجهوا إلى صناديق الاقتراع بعد أن استمعوا إلى ما يشبه هذا الخطاب. الذي تغير هي الأفعال، ولكن موقف رئيس الجمهورية الذي كان مرشحا ثم أصبح رئيسا من المنظومة السياسية ومن الأحزاب السياسية ومن الآليات الديمقراطية ومن قانون الانتخاب كلها كانت معلومة. الذي طرأ هو أن هذه الأقوال قد تحولت إلى أفعال، ولنكن موضوعيين، المسؤولية ليست مسؤولية رئيس الجمهورية وحده، لأن الأمور لم تكن على ما يرام قبل يوم 25، فقط الدواء زاد المريض مرضا، ولكن الديمقراطية التونسية كانت معتلة قبل 25 جويلية، البرلمان لم تكن صورته جيدة، ولكن اعتباره خطرا على البلاد يبدو ان في هذه العباره
الكثير من المبالغة، كما أسلف الزميل والصديق علي بن عرفة وسعادة السفير السابق. لا يمكن أن ننسب لمؤسسة أنها خطر داهم. هناك 217 نائبا، بعضهم من أشرف العاملين في الشأن العام، ولكن بعضهم تحوم حولهم شبهات كثيرة، والدليل أنهم بعضهم حاليا موقوف في السجن رغم أنهم يتمتعون بقرينة البراءة. ولكن تركيز الإعلام على مظاهر الانحراف وعلى مظاهر العنف داخل البرلمان هو الذي جعل من هذه المؤسسة وطيلة أشهر طويلة أقل المؤسسات ثقة في استطلاعات الرأي المتواترة والمتتالية. إذن ما يصدمني ليس خطاب رئيس الجمهورية فهو معلوم، ولكن أن هذا الخطاب قد اقترن بالأفعال. وثانيا أن النخبة السياسية في عمومها هي بين البهتة والصدمة وربما الترحيب بهذه الإجراءات فقط من باب الشماتة في الخصم السياسي الذي هو حركة النهضة. طيب سيد علي بن عرفة، يعني سعيد تحدث عن مليارات رصدت لتونس ولكن لم تصل إلى تونس وإنما ذهبت إلى بنوك أجنبية، وتحدث عن الذين عبثوا بالتونسيين. من يقصد هنا ولماذا طالما هو يمتلك اليوم كل الصلاحيات استحوذها لنفسه، لماذا لا يلاحق هؤلاء؟ طبعا هذا استمرار في الخطاب الشعبوي الذي يعتمده قيس سعيد منذ أن قام بتجاوز الدستور وقام بالإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية، بحيث هناك اتهامات للمجهول ينسبها للمجهول دائما، بينما هو يتولى السلطة التنفيذية ولديه حتى السلطة العدلية والقضاء وكل السلطات هي بيده، ثم يخرج في التلفزيون ليقول للشعب بأن هناك من أساء التصرف في أموال الدولة وأحالها إلى بنوك خارج البلاد. طيب أنت المطالب بتوجيه هؤلاء إلى العدالة، أنت المطالب بإيقافهم، أنت المطالب بمحاسبتهم، وليس الخروج للقول بأن هناك جهات يعني قامت بهذا العمل دون تسميتهم. ففي الحقيقة يعني الرئيس قيس سعيد دأب على هذا السلوك وهو سلوك شعبوي، حتى عندما تحدث عن الاغتيال نسب هذا إلى المجهول دون أن يقوم بإجراءات قضائية تؤدي إلى إيقاف أو تتبع كل من حامت حوله شبهة القيام بمثل هذه الأعمال. أيضا هناك اتهام لبعض الوزراء عطل من خلالها قيس سعيد الحكومة أداء القسم أمامه من بعض الوزراء، ولكنه نسب ذلك إلى الفساد الذي يتصف به هؤلاء الوزراء دون أن يقدم ملفات إلى القضاء ودون أن يسميهم. خطابات قيس سعيد دائما مبنية إلى المجهول. في الحقيقة من غير المعقول أن يكون شخص في رأس الدولة ثم ينسب أقوالا إلى المجهول ويقولها في التلفاز إلى الشعب بحيث يثير البلبلة ويثير القلق ويثير التوتر دون أن يؤدي إلى نتيجة حقيقية. أنت رئيس الجمهورية وكل الذين ساندوا الإجراءات يوم 25 جويلية يطالبون بإجراءات عملية ميدانية، يطالبون بمحاسبة وإيقافات، يطالبون بتوجيه هؤلاء المتهمين إلى القضاء، وليس إيقاف ياسين العياري أو عبد اللطيف العلوي أو هؤلاء النواب الذين كانت لهم يعني تصريحات أو تدوينات مخالفة لرأي رئيس الجمهورية. نعم. هؤلاء الفاسدين لم يقم قيس سعيد بأي خطوة تجاههم. هذا يعني أن هناك خطاب شعبوي للحقيقة سوف لن يقدم بالبلاد خطوة إلى الأمام. نعم. طيب سيد سمير ديلو، يعني يوسع، يبدو أنه سعيد ونظامه يوسعان اليوم الجبهات من خلال يعني توجيه اتهامات إلى ليبيا بإرسال إرهابيين إلى تونس من أجل اغتيال قيس سعيد وما إلى ذلك. يعني لماذا يدفع قيس سعيد بهذه الاتهامات نحو الخارج أيضا؟ ما الهدف؟ هو
الحقيقة والتدقيق ليس رئيس الجمهورية من اتهم جارتنا بتخطيط الاغتيال، هو فقط قال أنه قد خطط اغتياله، ولكن وسائل الإعلام المنفلتة والتي تطلق قصفا عشوائيا في الأيام الأخيرة هي الحريصة على إفساد علاقاتنا تقريبا بكل دول المعمورة. تونس تعيش ظروفا صعبة، جائحة سياسية واقتصادية وصحية، وزادت الأمر تعقدا وتشعبا. الجائحة الإعلامية تعرضتم في مقدمتكم إلى هذه الجريدة بين أربع أصفار التي ادعت أن حركة النهضة قد نسقت مع ليبيا وتركيا والموساد الصهيوني باغتيال رئيس الجمهورية، مما دفع حتى بعض الإعلاميين المعروفين بعدائهم لحركة النهضة إلى الاستهزاء بهذه الاتهامات. في كل الأحوال تونس لا يمكن أن تواصل في هذا النهج القائم على نهج غير تشاركي لا يسمع لأحد ويوتر العلاقات مع كل العالم. يجب أن تستعيد الشرعية الدستورية وتستعيد المؤسسات عملها في أقرب وقت، ونعود إلى أبجديات الأداء الدبلوماسي التونسي التقليدي والمستقر، والذي يقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وعدم استعدائها، والحرص على علاقات مستقرة وطيبة مع الجميع ولكن بشكل أخص الدول الجوار. نعم. طيب سيد علي بن عرفة، أخيرا، يعني الاتهامات لم توجه إلى ليبيا فقط وإنما إلى تركيا وإسرائيل. ربط تركيا وإسرائيل وليبيا بحركة النهضة وبهؤلاء الإرهابيين المزعومين الذين أرسلوا لاغتيال الرئيس، ألا تذكرنا بالحملة ضد جماعة الإخوان المسلمين في مصر بعد الانقلاب الذي جرى، وبالتالي قيس سعيد يسير على نفس خارطة طريق انقلاب السيسي في مصر؟ في الحقيقة يذكرنا إلى أن هذا هو مشروع واحد، يعني هناك جهات إقليمية تقوم وراء مثل هذه الدعاوي وتدفع رئيس الجمهورية باتجاه أن يتكرر سيناريو مصر، وإلى حد الآن الحمد لله يبدو رئيس الجمهورية معرض عن هذا ولا يستسيغ أن يمضي في خيارات يعني ليست من طبيعة الشعب التونسي. وهذه الاتهامات التي تجمع بين حماس وإسرائيل وتجمع بين الإخوان في تونس، يعني النهضة يعتبرونها يتحدثون عن النهضة وعن يعني إسرائيل وتركيا وليبيا، جمع كل هؤلاء يؤشر إلى أنه الجهة التي تقف وراء هذه الدعاوي هي خصم لكل هؤلاء، وربما تكون في دولة خليجية على رأسها الإمارات. يعني للأسف الشديد هي تتدخل في الشأن التونسي، رغم أنه لم يبدو من تونس دولة وحكومة وشعبا في الماضي وفي الحاضر وحتى في المستقبل لن يبدو من تونس أي إساءة لهذه الدولة، ولكن القائمين على الأمر فيها مصرين على التدخل في الشأن التونسي ويدفعونه إلى المضي إلى المجهول. نعم، هذا يأتي ضمن مفهوم، يعني ربما يأتي ضمن محاربتها للربيع العربي. اشتهرت أبو ظبي بالحرب الشعواء على الربيع العربي، واليوم ربما انتهت بتونس بهذا الانقلاب الذي جرى من قبل قيس سعيد، أليس كذلك؟ باختصار لو سمحت. نعم، هو في نفس السياسة القائمة في الدول الإقليمية يعني مضادة للثورة، هي في نفس المسار تمضي إلى إجهاض الربيع العربي وفي تونس تحديدا الشعلة التي لا زالت يعني قائمة. والصحف الإعلام العار نسميه في تونس، هذه التي تلقي بالتهم جزافا وحتى ما هو فوق الخيال، يعني تنسيق صهيوني مع حماس مع تركيا مع ليبيا، يعني فوق الخيال حقيقة. هؤلاء وراءهم يعني رؤوس أموال فاسدة هي تقدم رشوة إلى الرئيس قيس سعيد من أجل أن تحمي نفسها في المستقبل من خلال هذه الخدمات التي تعتقد بأنها تقدمها للرئيس. وفي الحقيقة هي توتر العلاقات مع الجوار وتوتر العلاقات
مع دول يعني صديقة وشقيقة، وللأسف يعني تجد من يتواطأ مع من الإعلاميين مع هذه الخطوات. شكرا لك سيد علي بن عرفة الناشط السياسي التونسي، كنت معي عبر سكايب. كما أشكر سيد سمير ديلو المحامي والنائب في البرلمان التونسي، كان معي عبر الهاتف من تونس.